السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من أمام القنصلية البريطانية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، بعد أن كان هنا وقفة احتجاجية على ما يسمى بوعد بلفور الذي وصفه الفلسطينيون بالمشؤوم. هذا الوعد الذي أعطى من لا يستحق، لمن ليس له الحق في أرض فلسطين، لإقامة دولة للاحتلال، يعني كان لتأسيس وطن قومي لليهود في أرض فلسطين. نتحدث عن تفاصيل الوقفة التي كانت هنا ورفع خلالها الأعلام الفلسطينية، ومعنا هنا عضو هيئة العمل الوطني في مدينة القدس أستاذ سليمان شقيرات، يعطيك العافية. نعم، نتحدث عن هذه الوقفة وعن رسالتكم من خلالها. هذه الوقفة هي بمناسبة مرور قرن ونصف عقد على وعد جريمة بريطانيا بإطلاق وعد بلفور المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. الحقيقة أن ما جرى هو رفض القنصلية البريطانية من استلام هذه الرسالة، وهذا يعب وطلبوا أن توضع على شبك القنصلية، وهذا تعبير عن استمرار حكومة بريطانيا في عدائها لشعب فلسطين ولحقوق شعب فلسطين وعدم اعترافها به. ونتوقع، أنا شخصيا لا أتوقع أن تقر حكومة بريطانيا الحالية بالاعتراف بهذه الجريمة وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني، وذلك لأن قضية الشعب اليهودي أو الوطن اليهودي هو اختراع استعماري بريطاني فرنسي أمريكي. نحن نعلم جميعا أن وعد بلفور هو تم بصياغة أمريكية وإخراج وتنفيذ بريطاني، والهدف الرئيسي هو إقامة قاعدة عسكرية في قلب الوطن العربي وتحديدا في فلسطين، ليشطر الوطن العربي شطرين، فصل آسيا عن أفريقيا ومنع وحدة هذه المنطقة، خصوصا أن نعلم أن وعد بلفور هو جاء كمحصلة ونتيجة لاتفاقيات سايكس بيكو الاستعمارية البريطانية الفرنسية سنة 1916. وبالأمس القريب أعلن جو بايدن أن إسرائيل عندما استقبل حيم هرتزوغ رئيس إسرائيل أعلن أنه لو لم تكن إسرائيل موجودة لاخترعناها. والحقيقة أن الفرنسيين والبريطانيين هم أيضا قاموا بالاختراع، وأول من بادر لاختراع دولة للشعب اليهودي في فلسطين هو نابليون بونابرت عندما احتل القاهرة. ولاحقا تبنى هذا الموقف بريطانيا عبر أكثر من وزير خارجية أمريكي، وذلك قبل انعقاد مؤتمر الحركة الصهيونية بأكثر من نصف قرن. وهذا دليل ومؤشر على وظيفة وطبيعة هذه الدولة الصهيونية التي أقيمت. ونحن أيضا نتذكر تصريح جو بايدن نفسه أيضا عندما كان نائبا لأوباما، عندما أعلن أن إسرائيل هي عبارة عن أفضل وأرخص سفينة حربية تملكها أمريكا. وبالتالي الحديث عن إمكانيات سلام مع هذه الدولة التي تؤدي وظيفة استعمارية لصالح الغرب كله، وفي مقدمة الدول الاستعمارية الكبرى بريطانيا وفرنسا وألمانيا. حتى الألمان عندما يقدمون التعويضات هم يقدمون التعويضات والدعم لهذه القاعدة العسكرية المتقدمة التي لا مصلحة لها ولا مصلحة لأسيادها ومن يقفون خلفها من كل دول الإمبريالية الغربية، لا مصلحة لهم في إقامة السلام واستقرار في هذه المنطقة. هم فقط يريدون أن تبقى هذه المنطقة عبارة عن أسواق مفتوحة لبضائعهم، وأن تبقى خاضعة للهيمنة والتبعية الكاملة للسياسات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، وبما يتناقض مع مصالح حقوق شعب الشعوب المنطقة، الشعب العربي ممنوع. وحدة العرب هي خط أحمر استنادا لاتفاقيات سايكس بيكو، وتمنع وتقمع، واي نظام عربي ينتهج سياسه تنميه اقتصاديه مستقله لصالح شعبه يحارب وتشن عليه الحروب والانقلابات وتدبر ما يسمى بالثورات الملونه. إذن منذ توقيع ما يسمى بوعد بلفور عام 1917 ومعاناة الشعب الفلسطيني مستمرة حتى هذا اليوم، يعني اليوم أنتم قمتم بدوركم بتعليق وثيقة أمام هنا السفارة البريطانية تخبرنا عن رسالتكم من خلال هذه الوثيقة.
الحقيقة أن رسالتنا هي محاولة لإقامة الحجة على هذه على سياسات الدول الاستعمارية، وبريطانيا لا زالت تقوم بهذا الدور الاستعماري، وعدم مجرد رفضهم لاستلام الرسالة هو تأكيد ومؤشر على استمرار هذا العداء ووقوفهم الكامل نحيتهم الكامل لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي المغرقة في العنصرية، والتي لا يمكن أن يكون في هناك معها سلام أو تسوية طالما هي في هذا المستوى من الإغراق في العنصرية. نعم، شكرا تواجدك معنا أستاذ سليمان شقيرات، عضو هيئة العمل الوطني في مدينة القدس. إذن ما نشاهده هنا من معاناة الشعب الفلسطيني منذ عام 1917 حينما صدر ما يسمى بوعد ويلفرد، وصفه الفلسطينيون بالوعد المشؤوم، ومنحت بموجبه بريطانيا حقا لليهود في تأسيس وطن قومي لهم في أرض فلسطين بناء على يعني المقولة المزيفة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. إذا كنا معكم من أمام السفارة البريطانية في مدينة القدس وتحديدا في حي الشيخ جراح.